خوفه من أن يستهزأ به أصدقائه. بالجامعة تخلع حجابها بالكامل، ليش؟ في الواقع خوف، خوف من أن تفشل في الحياة الاجتماعية، شك في الفشل ناشئ من الخوف أنه مع هذا الوضع شلون أنا أنجح في الحياة، كيف يتقبلوني، كيف يتقبلني المجتمع، كيف أشق طريقي، كله مبني على الخوف. لا بأس للتنويع بعض الأنواع نذكرها أيضا حتى نشوف أن كلام الإمام عليه السلام في كل الصور وفي كل الحالات موجود. أيضا من أنواع الخوف هاي في الصلاحات علم النفس أنواع الرهاب الذي أسموه ثروبوفيبيا، هذا نوع من الأنواع. شنو هذا النوع من الرهاب؟ هذا النوع هو الخوف من التغيير، من كل تغيير. الأمم الجامدة هي هاي حالتها. بعض الناس يركنوا إلى الجمود، ليش؟ لأن كما قلنا ألف هذا الوضع، يدري كل أبعاده، كل إيجابياته، كل سلبياته معلومة. أما إذا غيرت فما الذي يحدث؟ ما يعلم ما الذي يحدث، يعني ما يعلم بالضبط شنو هي التي قد تحدث. شوفوا كلام الإمام هنا يأتي، ومن هاله ما بين يديه نكس على عقبيه. هاله التغيير، ونقول كل تغيير طبعا، تغيير المبني على دراسة وحكمة، سواء كان تغييرا في دار أم تغييرا في درس أم تغييرا في اتجاه أم تغييرا في انتماء أم تغييرا في أي شيء آخر من الأمور. الخوف من التغيير أو الانتقال، الخوف من كل ما هو جديد، هذا واحد من أنواع الخوف. أنواع الخوف أنواع كثيرة، وربما يعني لا الكثير من الناس يخاف من الظلام، يخاف من الظلام. كثير من الناس يخاف من التقدم بالسن، يشوف هاي التجاعيد اللي تحدث في وجه بعض الشباب كبار السن، يخاف من التقدم فيعيش في قلق دائم، وهكذا وهل مجرى. كثير من الناس يعاني من الرهاب، الخوف من مغادرة المنزل. أنا شايف بعض هاي الحالات ما كنت أقدر أفسرها شلون، يعني ليش في بعض البلاد شايف بعض الناس هذا يخاف من أن يغادر المنزل، هاي حالة مرضية هي. الأمير عليه السلام شرحها وأعطى الحل، هذا اللي يخاف من مغادرة المنزل ليش؟ لأنه يمكن في عمق لا وعي يفكر إذا خرج لعل سيارة تدعمه، لعل فد عدوا يواجهه، لعل كذا ولعل كذا ولعل كذا، فيقبع في المنزل ويصاب بالكآبة. فهذا هي ظاهرة منتشرة الآن في المجتمعات، لكن إحنا إذا ما نعرف كلام الإمام لا نعرف شنو سبب هذه الظاهرة في الخوف من الجن أو في الخوف من الأرقام أو في الخوف من مغادرة المنزل أو في الخوف من الحرية. مثلا بعض الناس، مثل مثال آخر لطيف، هذا من نوع من أنواع